جزء لأهم الأنباء يأتيكم على رأس هذه الساعة من يو تي في. أهلا بكم. بعد يوم من أحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين، بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الأوضاع الأمنية والسياسية. وبيان رسمي قال إن اللقاء أكد أهمية الخروج من الأزمة السياسية عبر الحوار والأخذ بالحسبان التحديات التي تواجه البلاد، إلى جانب تلبية الاستحقاقات الوطنية والوصول إلى نتائج إيجابية تضمن الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم. وتعليقا على الاحتجاجات في بغداد ومدن الوسط والجنوب، قال الإطار التنسيقي إن عددا من المخربين تسللوا إلى احتجاجات السبت، وثمن الإطار في بيان دور القوات الأمنية في حماية مؤسسات الدولة والمحتجين ممن وصفهم بالمندسين الذين قاموا ببعض التجاوزات والخروقات المرفوضة، مضيفا أن حق التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة مكفول في الدستور بما يضمن تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات وقادرة على فرض الأمن وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد على حد تعبير البيان. من جانبها أكدت كتلة دولة القانون النيابية تأييدها لمن وصفتهم بالمحتجين التشرينيين التواقين لحكومة خدمية، وقالت الكتلة في بيان إن التشرينيين يريدون حكومة تلبي تطلعاتهم وتعالج مشاكل البلاد وعلى رأسها إعادة هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية وحل مشكلة الفقر والإقالة ومحاربة الفساد. وحذرت كتلة دولة القانون من الانجرار وراء دعوات التصعيد ممن يسعى إلى ركوب موجة الاحتجاجات وتسخيرها باتجاه تحقيق أهدافه العنفية ومطالبه غير الدستورية على حد تعبيره. نزح أهالي 6 قرى شمالية أربيل نتيجة تواصل القصف الإيراني على مناطق ناحية سيدكان منذ 8 أيام. وقال مدير الناحية في تصريح صحفي إن المدفعية الإيرانية تستهدف سفوح جبال برزبين وسقر وتسبب حالة من الهلع لدى الأهالي، فضلا عن أضرار مادية بالمنازل والممتلكات والحقول الزراعية. وأشار إلى أن إدارة سيدكان تتواصل مع وزارة داخلية الإقليم والجهات المعنية حول مستجدات الوضع. تظاهر عدد من الناشطين أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل احتجاجا على تكرار القصف الإيراني على المناطق الحدودية في الإقليم. وقال الناشطون إن التظاهرة تأتي لإيصال رسالة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل الفوري وإيقاف العمليات العسكرية الإيرانية في كردستان التي تسببت في استشهاد وإصابة عشرات المدنيين. سبب وقفتنا هو إدانة الهجوم الوحشي الذي مارسه حكومة جمهورية إسلامية على قرى وأرياف ومدن وأهالي المدينة. ويومية هذا الهجوم يتكرر من الحكومة الإيرانية. نظمنا هذه المظاهرة بشكل سلمي وأخذنا إجازة من المحافظة لندين بشدة العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإيراني فوق أراضي كردستان وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء. الحكومة الإيرانية أرادت أن تصدر هاي المشاكل اللي عندها تصدر إلى إقليم كردستان، وقصفت مواقع على أساس أنه مواقع تابعة للأحزاب الإيرانية، يعني قصفت بعض القرى بعض المدارس، يعني معروفة هاي الصور موجودة. الموجز انتهى، إلى اللقاء.